أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم في برنامج القلب وما يريد. السعادة كلمة بسيطة لكن معناها كبير لكل واحد فينا. كل واحد فينا جواه سعادة بشكل مختلف، بس الشاطر اللي يدور عليها ويستمتع بحياته ويعملها صح. النهاردة هنتناول السعادة إن شاء الله بشكل مختلف بالنسبة لولادنا، لأن هم أغلى حاجة عندنا. هنتناولها ان شاء الله مع دكتوره منى هندي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره منى. اهلا وسهلا بيكي وبالساده المشاهدين. بص، هنخش على طول كده في الاسئله، علشان في اسئله محضرها لك، يا رب كده نقدر نحلها كلها ان شاء الله. ان شاء الله ونقدر نفيد المشاهدين ان شاء الله. اول سؤال ان شاء الله، الامهات عندهم هوس، ازاي نتعامل مع اولادنا؟ تمام. هو مبدئيا كده نقول ان فكره الامهات، ان الجيل الجديد كله ما عندوش فكره التعامل مع الولاد. يعني زمان كانت امهاتنا بتتعامل بالفطره كده بالطبيعه، وفعلا مطلعه جيل كويس ودنيا كويسه وشهادات وصحيا ونفسيا كان سوي. تمام. لكن امهات الجيل دوت في حياه حاجات كتير مش شغلاها عن تربيه الولاد، عن ازاي اطلع طفل سوي. فالمشتتات ديت مخليه دايما السؤال دوت مطروح، ودايما الام بتسال طب اربي ولادي ازاي؟ طب احنا عشان نبدا نربي ولادنا لازم احنا نربي انفسنا، بجانب ان احنا لازم، مش عيب ان احنا نطلع ونقرا ونتثقف من اجل الطفل ربنا اداه لنا هديه. بجانب ان ايه؟ ان لازم نبدا فكره التربيه من البدايه، من عند الحمل. الحمل اربي ولادي ازاي؟ ان انا اكل كويس، ان انا اتابع مع دكتور كويس، ان انا ما اهملش الحاله الصحيه والنفسيه ليا، وان لازم الحاله النفسيه للام تكون جيده جدا، لان مجرد الام ما بتتاثر بحاله نفسيه سيئه البيبي بياخد منها، بيتولد بيبي عصبي، بيتولد بيبي عنادي، بيتولد بيبي عنده سلوكيات مش مظبوطه. فبالتالي الام تدخل على نفسها السعاده حتى لو الضغوط النفسيه بتضغط عليها، تشغل الميوزك اللي بتحبها، تشغل القران، تشغل اي حاجه تريحها نفسيا وتبعد تماما عن الضغوط دي. اول نقطه في السعاده. تمام. دي اول نقطه. ده بالنسبه لو احنا الاطفال اسوياء. تمام. طب بالنسبه ايه العلامات اللي تدل لو انا الطفل بتاعي، طفلي عنده مشكله، اعرفها ازاي؟ ايه العلامات؟ تمام. ايه الفرق بين السوي وبين الغير سوي او اللي عنده اضطراب سلوكي؟ انه بيخرج عن النمط الطبيعي. بمعنى ايه؟ ان الطفل مثلا كل ما ادي له امر لا لا لا، فمش الطبيعي ان احنا نقول لا على طول، ولا الطبيعي ان احنا نرفض كل حاجه، ولا الطبيعي ان صوتنا يبقى عالي، ولا الطبيعي ان احنا نزعق، ولا الطبيعي ان احنا نبقى عايزين كل حاجه في الدنيا. الطبيعي هو ده الطفل الغير سوي. فبالتالي لما تظهر عليه علامه من العلامات دي يبقى الطفل غير طبيعي. ابدا اركز، بس اعمل قوه ملاحظه شويه، الاحظ طفلي ليه بيقول لا، وليه جاب لا ديت منين. هو مبدئيا احنا كنا حتى بنتكلم على العند قبل كده في حلقه سابقه، ان العند ده بيجي نتيجه ان الام بتضغط وتجبر الطفله ان الاكل بالعافيه، الشرب بالعافيه، كل حاجه بالعافيه. فبالتالي لما يوصل مرحله سنتين بيبدا يتمرد، والتمرد دوت هو اللي بيخليه يبدا يرفض وتبدا مرحله العند. فلما نرجع نصب كل دوت، ازاي اخلي ولادي سعداء، ازاي اخلي ولادي مستقلين بذاتهم، ازاي اخليهم مطمنه عليهم، وكلنا كاباء وامهات هدفنا ان احنا نخلي ولادنا اسوياء. فبالتالي لازم ابدا زي ما قلت لحضرتك من فتره الحمل، بعد كده بيبقى عندي طفل اهتم بنظافته، اهتم باكله، اهتم بشربه، اخلي جو البيت هادي. اي جو بيت هادي بيطلع فيه طفل سوي، اي جو بيت فيه ضغوط نفسيه طبيعي هيطلع الطفل غير سوي وغير سعيد. طب تنقسم بقى السعاده الى قسمين، سعاده طويله المدى وسعاده قصيره المدى. معذره لو عندك حضرتك. لا كملي حضرتك. السعاده طويله المدى اللي هو ان انا اجيب لطفلي حاجه بيحبها، ان انا العب معاه لعبه. سعاده طويله المدى ان كل الاجزاء الصغيره من السعاده دي تبقى ثابته في ذهن ابني. تمام. ويفتكرها ان كده فيعيش حياه سعيده. تمام. طب انا دلوقتي يا دكتوره حابه ان انا اعرف طفل التوحد. تمام. طفل التوحد ازاي اتعرف عليه ان الطفل ده عنده توحد؟ تمام. طفل التوحد، بصي، هو طفل التوحد دوت احنا عندنا نوعين من التوحد. التوحد اللي هو متكلم وبيبقى قوه الذاكره عنده عاليه، وتوحد بيبقى عنده تاخر عقلي او مش متكلم. او
اول حاجه بنعرفها من التوهج انه بيبقى الطفل متقوقع حوالين نفسه. بمعنى ايه متقوقع حوالين نفسه؟ لا يتواصل بصريا في تواصل بين الام بصريا لما نيجي ننادي عليه او نعمل اي صوت جنبيه سمعي. ما بيلتفتش ليه سمعي خالص، لا في التواصل بصري ولا سمعي. لما يكبر شويه بيبقاش مدرك الكلام، تيجي تكلميه تحس وكانه مش فاهم، مفيش حصيله لغويه، مفيش حصيله لغويه، مفيش ادراك حتى لو هو بيشاور او ايه، ما تيجي تقولي له هات دي من هنا او ايه، مش مدرك فين هنا دي، لان مفيش تواصل بصري ولا سمعي. في المدخلات نفسها الحواس مش شغاله، فبالتالي مفيش حاجه دخلت له، فبالتالي مخه بيبقى فاضي. بجانب ان غالبا معظم اطفال التوحد بيبقى عندهم فرط حركه، اللي هو ما بيبقاش مستقر، بيحب يلف حوالين نفسه كتير، بيحب يولع ويطفي النور كتير، يشم الاكل لما يجي ياكله بيبقى نمطي، يحب ينام بطريقه معينه، ياكل اكل معين، يلبس لبس معين، ما بيحبش حد يشاركه ابدا في اللعب، ما بيحبش حد يحضنه. طيب احنا نوصله ازاي ان هو يرتبط بحد تاني غير مامته؟ يعني ان يوصل له ازاي الاحساس بالسعاده كطفل توحد، انه يدينا الامان ان احنا نتعامل معاه يعني الاخصائي يتدخل معاه. طيب هو عامه كل اطفال السبيشن او ذوي الاحتياجات الخاصه بما فيهم طفل التوحد بيبقى ربنا مميزه بحاسه الاحساس قوي عاليه عنده. بمعنى ان هو لو شاف الحد من اول كونكت من اول لحظه بيحس ان هو كان بيحبه او ما بيحبوش، مجرد ما يحس اللي قدامه بيحبه دوت بيعمله ايه؟ اطمئنان. مجرد ما يحس بالاطمئنان بيبقى مسالم جدا معاه، فبالتالي نلعب معاه، ناخد معاه، ندي نعلمه اوامر، نديله تنفيذ اوامر، نديله تعليمات، فبيستجيب ليها بسهوله جدا. ولكن لو شعر اللي قدامه عايز يدي اوامر بس او يتحكم فيه بدون حب ما بيتعاملش معاه نهائي ولا بيتواصل معاه. فاحنا لازم الاول نبدا معاه ان احنا نكون حابين الطفل ده وحابين الشغل معاه وحابين ان احنا نعلمه، فبالتالي الحب دوت بالهدوء هيبدا هو يندمج معانا فنعلمه واحده واحده. وبالمناسبه في طفل التوحد او اطفال السبيشيا التكرار الكتير اكتر حاجه فايده ليهم، بمعنى ان انا اكرر الهدف مره واثنين وثلاثه، اكرر اللعبه مره واثنين وثلاثه، بالتكرار يتعلم الشطار، فطبيعي هو هيروح مستجيب ويبقى الدنيا عنده ايه كويسه. طب ازاي الام امتى تعترف ان الطفل ابنها ده عنده توحد؟ لان في اهالي كتير يعني بيكون معروف ان ابنهم عنده مشكله ومع ذلك بيصمموا ان هم لا ابني ما عندوش حاجه، ابني لا انا هدخله مدرسه عاديه زيه زي اي حد. امتى او ازاي انصح الاهالي ان احنا لازم تدخل للاطفال؟ طيب تمام. هو بصي الاول الام لما بتحس ان ابنها مختلف يبقى عندها حاجه اسمها الصدمه والرفض، فبتبقى لا انا ابني كويس، لا انا ابني ما فيهوش حاجه، هو بس ناقصه حبه حاجات هيتعلمها هيكتسبها. وبعدين بتدخل مرحله ان لا هي بتبقى رافضه، لا أنا مش عايز حد يقولها ان ابنها عنده مشكله، وبعدين بتبدا تتقبل الشيء، فبتبدا ان هي المفروض تسعى ايه لتطوره. هو خلاص ربنا ادينا ابتلاءات واحنا راضيين بالابتلاءات ديت، فنبدا ان احنا، وبعدين ده مش ابتلاء وحش، ده ابتلاء حلو. اطفال السبيشيا دول اطفال جنه اساسا طبعاً. فبالتالي المفروض اولياء الامر يبقى فرحان، انا عندي طفل هيدخلني الجنه ومن اطفال الجنه، مش حاجه وحشه يعني. وبعدين ربنا اختار الشخص ده لانه هو قادر انه يدربه وان هو يخليه طفل كويس جدا وانه يكون على مستوى الاطفال اللي في سنه. فبالتالي نبدا واحده واحده تدريجيا نشوف ايه هي المشاكل اللي عنده عند المختصين، ونبدا نتدرب معاه بالتعاون مع المختصين، مش انا اروح اودي عند اخصائي او اخصائيه تخاطب واسيبه او تعديل سلوك واسيبه، لا لازم المتابعه في البيت الاساسيه، ولازم الام تقرا كتير والاب كتير، ولازم الاثنين يكونوا مشتركين في التربيه الاب والام. مفيش حاجه اسمها اب يربي لوحده او ام تربي لوحدها او انا مشغول في شغلي او انا مش فاضي، لا لازم الاثنين يكونوا مشتركين حتى لو مختلفين في الحياه، حتى لو هما الاثنين مختلفين منفصلين صح. لازم التربيه من اجل الطفل ده، فلازم نبقى كلنا متفقين ان احنا لازم نطلع الطفل ده ونتابع الاخصائيين ونتدرب وزيهم، دي فايده لينا. ولازم نتعلم من اجل اولادنا، ده مش عيب، مش عيب ان انا اروح احضر ندوه، مش عيب ان انا احضر مؤتمر، مش عيب ان انا اجيب كتاب اقراه من اجل ان انا اطلع طفل سوي، وابدا واحده واحده، وربنا ما بيضيعش مجهود من احسن عمل، فطبيعي لازم نجتهد دي كده. ولازم اساسي اساسي، لان بيوتنا دلوقتي انقسمت لقسمين، قسم ان كلنا قاعدين ماسكين اللاب او التليفون صح. وقاعدين كلنا وفي شاشه تلفزيون مفتوحه وكلنا مشغولين عن بعض وقاعدين كلنا في الريسبشن مع بعض، مفيش مشكله، بس كل واحد في مكان تاني. والقسم التاني ان صريخ وسويت وصوت عالي وماما بتصرخ من الاولاد ومش عارفه تسيطر وبابا مشغول وبابا مش موجود معانا، مفيش تفاهم ما بين الام والاولاد. للاسف اصبحت هي دي بيوتنا، هما القسمين دول فقط، اللي هو القسم المنشغل في كل واحد في حياته، والقسم اللي هو مفيش تفاهم،
بجانب ان الاب لما بيجي انا طول النهار شغال، هو جاي ساعه فعايز ياكل عايز يقعد يلعب مع الولاد، ملوش دعوه بمشاكل الولاد. فده لا، هو مش ذنبه ان حضرتك بتشتغل وقت طويل، مش ذنبه انك بتوفر له الاحتياجات، هو ذنبه ان هو طفل موجود ومن حقه ان توفر له وقت، ومن حقه انك تقعد معاه، لان قعده الاب والام مع اولادهم بيديهم احتواء وامان. فلما اديله بالامان الطفل هيطلع سوي سعيد. هي قمه السعاده بالنسبه للاطفال ايه؟ ان انا اشبع له احتياجاته وادي له الاحساس بالامان، وجود اب وام سويين في هدوء في جو هادي، ادي له احتياجاته، اشبعه احتياجات اكل وشرب وملابس، ان ادي له التعليميه، المراحل التعليميه انميه تعليميا، انميه روحيا. بمعنى ايه انميه روحيا؟ احنا لينا هدف ان احنا نزلنا الحياه، احنا نزلنا الارض ليه؟ عشان نعمر فيها ونعبد ربنا. فبالتالي ان احنا لازم نعلم اولادنا من الصغر على هذا الموضوع، ان احنا نزلين نعبد ربنا ونعمر الحياه. نعمر الحياه بان احنا بنتعلم وبعدين بنشتغل. نعبد ربنا دي بنعبد ربنا من الصغر. ما يفوجئش بام تيجي تشتكي تقول لي انا ابني وصل 12 سنه ومش بيصلي. ما هو انت ما علمتهوش من الاساس. بجانب برضك من اهم عوامل السعاده العطاء، اعلم ابني العطاء. يعني انا بشوف اطفال بيجوا لي العياده 3 سنين وبيبقى ماسك معاه اي حاجه، لعبه، بونبوني، اي حاجه، هات هات حته، هات حبه. لا لا لا، دي جت منين؟ خلاص احنا حرمنا العطاء. فكره ان الطفل يقول لا، دي اول علامه الام. ده بالنسبه للنورمال، ان مش عندهم مشاكل كمان. أيوة صح. لا دي يبقى الطفل دوت عنده انانيه. خلاص انا ابدا اخد بالي وابدا ازرع في ابني حب الخير. حب الخير ده لي وللغير. صح. بيعود على مين؟ بيعود عليه في الاساس. يعني انا لما اعمل الخير ده بيعود عليا انا، مش بيعود على الاخرين فقط، لا بيعود عليا، بيعمل تريح نفسي، بيعمل صلتي بالله قويه، بيديني حسنات. فالمفروض ازرع دي مع الولاد. ان الاهالي ما بتعترفش، كل واحد متخيل ان ابنه ده ملاك، ما هو للاسف، ومتخيل ان ابنه دوت مش المفروض يلمس الارض، وان هو ما بيعملش حاجه غلط، وان كل طلباته مجابه. مجابه في قانون ثابت قوي كده، هم قاعدتين هقولهم لحضرتك. في يعني احنا درسناها في الجامعه، القسوه بتساوي الدلع الزياده او الحنيه الزياده، ديت بتعادل دي الاثنين تربيه خطا. بردك نفس حاجه، الحرمان بيساوي تلبيه الطلبات الزياده. ما انا مش كل ما ابني يشاور على حاجه او روح السوبر ماركت يعبي السوبر ماركت انا ابقى مبسوطه ومنبهره. لا لا، فالمفروض ان معانا مداخله. اتفضل. صح، معانا مداخله. ايوه صح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه سحر. اهلا وسهلا، اهلا بيكي يا مدام سحر، اتفضلي. عند حضرتك اي سؤال؟ حضرتك سؤالي لحضرتك. تمام، اتفضلي اتفضلي، احنا معاكي. عنده ايه؟ عنده حضرتك بيجي كتير خالص، حاطط معايا جنب في الكد بيكذب. إيه ابنها بيكذب؟ بياخد حاجات صحابه، يعني بياخد حاجات صحابه. ابن حضرتك عنده كام سنه؟ وهو بيجي يقول لك انا اخدت ده يا ماما، ولا انت اللي بتكتشفي حضرتك ان الحاجه موجوده دي مش حاجته؟ لا خالص، انا بشوف حاجته كده وراجل حاجه بقول له بتاعتي. يا ماما مش عارفه انا بكذب عليا. بيديكي مبررات. تمام تمام يا مدام سحر، علشان احنا مش يعني تقريبا الخط قطع من عندها. ف انا اتكلم عن الموضوع بصفه الدكتوره هتجاوب حضرتك. تمام، احنا هنتكلم بصفه عامه عن موضوع ان الطفل ياخد حاجه مش بتاعته. هي بتنقسم لقسمين. القسم الاول انه لو طفل صغير قبل 6 سنين بيبقى مش مدرك الملكيه الخاصه، اي حاجه بتعجبه فبطبيعي بيمد ايده وبياخدها. وديت برضه بتعتمد ان في البيت في الاسره ان ماما تخصص له حاجات، يبقى ليه حاجاته الخاصه، ولما نيجي ناخد حاجه غير حاجاتنا الخاصه نستاذن. فبالتالي يطلع يعرف يعني ايه ملكيه خاصه، ويعني ايه ملكيه استئذان. الاخرين يعني ايه استئذان. بعد 6 سنين او 7 سنين يبدا بقى يدرك يعني ايه انا عجبتني شيء فبياخده، فبيبدا يخبي. ودي بتبقى نتيجه حاجتين برضك، لا الحرمان، في حرمان شديد في البيت، فبالتالي بيعوض الحرمان دوت بان هو ياخد، لان هو محتاج، احنا نفس البشريه محتاجه. تمام. محتاجه شافت حاجه قلم شكله كويس، بريه، اي حاجه مش موجوده في البيت عنده، فبالتالي بيبدا ياخدها بدون ايه ما يعرف حد ويخبيها في شنطته. او ان في قسوه زياده في البيت فبيبدا ياخد برضك الحاجه ويخبيها عشان يعوض القسوه الزياده
موجوده في البيت ان انا عندي حاجات بتعوضني هي موجوده معايا بمتلكها. فبالتالي عشان نبعد عن موضوع ان هو ياخد الحاجه لازم نعمل له ملكيه خاصه، لبسه خاص، طبق الخاص بيه، معلقته الخاصه بيه، شنطته الخاصه بيه، حاجته. ولما يجي يستخدم حاجه اخواته او اي حاجه تانية يبقى باستئذان. ولازم يا دكتوره فعلا زي ما حضرتك كنت بتقولي في الاول، لازم نغرس في الطفل من وهو صغير ازاي يبقى راضي وقانع بالحاجه. أيوة. اللي الاهل جابها له حتى لو هو شاف احسن منها يبقى مقتنع بحاجته. تمام، هي نقطه جميله جدا حضرتك بدك اثرتيها او ذكرتينا بيها ديت، هي دي الرضا. الرضا ديت بدك من اهم عوامل السعاده، زي فكره ان انا اسعد الغير. انا لما ارضى، وبالذات الناس اللي هي مدلله ولادها، ما هو التدليل دوت بيضر الطفل. انا كل حاجه جايبها له، فبالتالي انا لما اشوف حاجه في ايد غيري فانا عايزها خلاص هاخدها. فلو ما اخدتهاش باستئذان هاخدها غصب عنه او من وراه، فبالتالي ده التدليل بيجيب كده. فلازم الرضا. فلازم احنا لما نكون احنا مش بنحرم ولادنا او بنعذبهم، ولكن احنا بنعلمهم ان امتى نحتاج الحاجه وامتى ممكن نستغنى عنها. ممكن يجي علينا ظروف ما يبقاش معانا، يبقى ابني يضطر يسرق، لا، او انا اسرق عشان اراضي ابني، لا. فبالتالي لازم نعمل كده وقفه واتفاقيه مع الولاد، احنا المفروض ناخد حاجه واحده من السوبر ماركت، او نعمل حاجه واحده مش عارفه من ايه، ونبدا نحط له. مع اني وبالمناسبه في الالعاب الكتير، يعني انا معظمنا كامهات مليين كل اوض اولادنا العاب اشكال والوان، وكل ما نشوف لعبه في عيد ميلاد بنجيب العاب. لا، ده غلط، لان احنا عملنا له حاله من التشبع. حاله التشبع دي بيخلي انت بس تخلينا احنا يا كبار مهما تجيبي له ومدركين، ما بالك ده طفل. انت لما يبقى عندك تشبع وعندك من دوت شبعتي منه، من ده شبعتي منه، من ده شبعتي منه، فبيحصل حاله ملل. فالملل دوت بيعمل تمرد. انا لما خلاص كل حاجه شبعت منها هتمرد. فالتمرد دوت بيجي بقى بالعند والعصبيه والزعيق والتخبيط والعدوانيه، ويضرب اصحابه ويضرب اخواته. ما هو ده تمرد تشبع، او ان انا احرمه حرمان برضك يعمل نفس النتيجه، يدي السرقه ويدي العصبيه ويدي كسره نفسه وعدم ثقه في نفسه وتبول لا اراده وحاجات تانية. فاحنا ليه كده؟ فاحنا خلينا وسطيه، وديننا دي الوسطيه اساسا. فالمفروض نعلم ولادنا فعلا نتك عليها قوي الرضا. راضي بنصيبك ما تاخدش الا هو، انه راضي بنيبك ما فيش الاكل بس كتير على السفره. غير ضرب يا مدام سحر، من غير ضرب ومن غير عقاب ومن غير الاذيه بالالفاظ البذيئه او بالكلام الجارح، ومن غير الضرب، لان كده احنا بنجرح نفسيا، بنربي طفل جسمانيا ولكن بنحطمه نفسيا. فبالتالي لما يجي يلتحق بعمل او يلتحق مع اصحابه بيبقى غير طفل وغير تواصل. ولو يعني الضرب طبعا يعني احنا ما بنحبش نستخدمه، ولو انه هو بيبقى محبس، بس مش الضرب الضرب يعني اللي هو الام بتمسك يعني لازم تعلم فيه علامه. لا طبعا، احنا ممكن يعني لو الدنيا قفلت قوي اللي هو يعني حاجه كده بسيطه كده، حاجه كده خفيفه كده يعني، لكن مش ضرب مبرح يعني، بس مش اكتر. لكن هو زي ما الدكتوره قالت كده، كله بالحب وبالرضا، كل حاجه طفلك هيبقى زي الفل، زي الفل وسعيد وراضي. صح. هو اساسا لما يشوف ماما وبابا راضيين وسعداء هو هيكتسب دي منهم، بجانب لما نزرع فيهم المبادئ والاخلاقيات، بجانب لما نوفر له احتياجاته، بس الاحتياجات اللي ما تكونش ببذخ، لان زي ما قلنا الزياده في الشيء بيجيب نتيجه عكسيه. دوت هيخليه سعيد لما ماما توفر ليه وقت وتقعد تلعب معاه، قمه السعاده. لما بابا يجي من الشغل ونتلم كلنا كاسره نشترك في لعبه مع بعض، قمه السعاده. مش معنى ان الام هي اساسا لا في البيت لا في الشغل لا بتوظف البيت، لا، احنا كلنا نجتمع كاسره كده ولو مره في الاسبوع، نقعد مع بعض يوم، نقفل موبايلاتنا ونقعد مع بعض نلعب ونهزر ونتكلم ونتناقش وناكل. او ساعه يا دكتوره قلنا. على فكره الساعه دي المفروض يوميه في اسر كده، والله يعني انا بحترمها جدا، اللي هو الامسيه الدينيه بتاعت بالليل دي، بياخدوها ساعه كله شيلوا قفلوا موبايلاتكم وبتاع، ويلا نتجمع كده مع بعض وناكل ونسمعها. دي ما شاء جميلة الله والله. ما شاء الله يعني بجد اللي بيعمل كده حد واعي وحد ادرك ان هو دوت ثبات الحاجات اللي بتثبت في ذهن الاولاد. بجانب احنا لما نقفل هنسمع مشاكل بعض، هنسمع ايه اللي معطل كل واحد وايه اللي معصب كل واحد. لكن احنا لما كل واحد فينا في ودي، طبيعي انت مش سامعاني وانا مش سامعاكي، طبيعي ان احنا مفيش صله تواصل بينا او حاجه متواصلين، فبالتالي هيبقى في عصبيه، في رفض للشيء. وبنرجع نقول ولادنا 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 دول لما اتولدوا كانوا صفحه بيضاء، يعني اي خطوط اتحطت فيها احنا مش عاجبانا احنا السبب فيها، بخط ايدينا. صح. انا بشوف امهات فعلا لما بنبقى في اي مكان كده ماسكه الموبايل مثلا، تقلي في ماما انا عايزه اروح مش عارفه ايه، عارفه اللي فاضية. هو كده انا هي مش فاضيه اصلا، يعني مش عايزه اقول لك ان كده يعني خلاص. معظم الامهات ديت بتعمل شيء لا فايده له،
يعني بتتابع الفيس، ايه الفايده اللي قايده عليها من الفيس؟ لا شيء. تابع الواتس، تابع ايا كان من مواقع التواصل الاجتماعي، لا فايده لها. ماشي بشتغل يبقى ليا وقت محدد للشغل، مش 24 ساعه بكمل شغلي في البيت. هو ملهوش ذنب ان حضرتك بتشتغلي، هو ليه لو انت جبت طفل وفري له احتياجاته النفسيه والاجتماعيه والاكاديميه والاكل والشرب وكده، تمام؟ فهي دي احتياجات الطفل، هي دي اللي بتعود على السعاده. بجانب يا استاذه ولاء، في اكل بيعود بعضك بيدي الشعور بالسعاده بعضك، نراعي ان الطفل. وبمناسبه الاكل، احنا كامهات عايزين ناكل ولادنا اكبر كميه من الاكل. هي مش الفايده في اكبر كميه من الاكل، هي الفايده في انه يكون اكل صحي، وبالتالي بينتج عنه ان دلوقتي في معظم الاولاد عندهم سمنه مفرطه، يعني غير طبيعيه. الطفل بياكل حلويات كتير، بياكل وجبات سريعه كتير، لا. فانا المفروض افكر اكله اكل صحي، ديت من ضمن بدك مدخلات السعاده. احنا ناخد بالنا من الاكل، لان في اكل فعلا بيجيب السعاده فعلا، زي الشوكليت، زي الموز، زي السبانخ. السبانخ برضك عشان فيها نسبه الحديد والفوسفور فبتزود السعاده. نطلع على الحاجات ديت دلوقتي. بصي، فكره ان اجيب المعلومه بقت سهله، فنتعب نفسنا وندور على المعلومه اللي تدخل السعاده على اولادنا. صح، تمام، صح فعلا دكتوره. بجد يعني انا محتاجه حلقات علشان خاطر حضرتك. يخليك يا رب. بس امتى يعني سريعا كده، امتى الام تتدخل في الاطفال اللي هم محتاجين مشاكل؟ يعني من سن كام كده ابدا ان يستحسن ان انا اعرض ابني على اخصائي؟ طيب احنا هنبداها من مرحله الحمل نفسه. في مرحله الحمل بنتابع طبعا الحاله الصحيه للبيبي. البيبي لو بيتحرك غير طبيعي انتبه، لان من ضمن اعراض فرط الحركه ان الطفل يتحرك كتير قوي بشده، لدرجه ما ماما ما بتعرفش تنام ولا تقعد من كتر شده الحركه دي، منبه ان الطفل دوت يكون عنده فرط حركه. بعد ما بيتولد البيبي بتابعه طبعا صحيه مع الدكاتره المختصين. بعد كده باخد بالي ان الطفل دوت بعد شهرين بيتواصل معايا بصريا ولا لا. لما بيكبر شويه اكتر 3-4 بيسمع الصوت وانا بخبط جنبه ولا لا، بمسك ميداليه المفاتيح بعملها اتجاه يمين شمال فوق تحت، بيلف حواليها مع بيدور على الصوت ولا لا. ديت حاجات بتدي تنبيه. بعد كده لما يكبر ويعدي مرحله التسنين والمشي، ابدا اخد بالي طفل بيكلم. المفروض اول كلمه بيقولها عند من اول 6 شهور لحد سنه كلمه ماما بتبدا اول حاجه. واول ما بيقولها بقول له برافو ماما ماما، بحفزه وبدي له المعزز اللي هو برافو عشان اساعده على الكلم. وابدا ان انا طول الوقت اتكلم معاه عشان ازود الحصيله اللغويه. الكلام دوت عباره عن حصاله، كل مفرداتي او كل كلمه بيسمعها بتدخل جوه ذهنه، فبزود الحصيله اللغويه بان انا ابدا اعرفه بالاشياء. دي عربيه، دي طياره، دي مش عارفه ايه، وابدا اعرض عليه الاشياء اللي هي موجوده وسهل لمسها، زي تفاحه، زي خياره، ايا كان اي حاجه موجوده. وابدا اتكلم حتى لو الطفل لسه مش بيتكلم، وحتى لو الطفل مش مدرك لكن بيخزن. مش بعد معايا قلم. اتفضلي. بعد كده ببدا ان هو لو الطفل حسن هو مش بينتبه بالنسبه لي بصريا او سمعيا، ببدا ان انا اعرضه على المختصين. لان في بعض، للاسف في بعض دكاتره الاطفال بيعتقدوا ان الطفل قبل سنتين عادي ان هو ما يتكلمش. لا، الطفل عندي سنتين المفروض يقول جمله من كلمتين، انا المفروض انتبه. عندي سنه ابني ما قالش ماما، ما قالش انبو، ما قالش هم، الكلمات البدائيه ديت ابدا انتبه واودي للاخصائيين. طفلي ما بيمشيش بطريقه معينه او بطريقه غير صحيحه، ابدا بعدك ادور على المختصين واسالهم. عندي المفروض عندي سنه بيقول 15 كلمه، عندي سنتين المفروض بيقول الحصيله بتزيد بيكون جمله من كلمتين، 3 سنين بيكون جمله من 3 كلمات. فلطفلها اقل من كده تجري بسرعه وتشوف المختصين وتسال المختصين. مش هتخسر حاجه لو هي عرضت على المختص وقال لها لا لسه بدري، او لا ابداي مرحله ثانيه. انا بشكرك جدا جدا يا دكتوره، وانا نفسي ان شاء الله نعمل مع بعض حلقات كتيره جدا جدا. وفي نهايه حلقتنا انا عايزه اقول ان السعاده موجوده في مكانين اتنين، قلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنه بالقضاء. وفي نهاية حلقتنا أنا بشكر دكتورة منى هندي، وبسلم إن شاء الله الحلقة اللي بعدي لأصحابي وأصدقائي أستاذ فريد الهواري وأستاذة همس كمال، هيتكلموا في موضوع تعدد الزوجات. إلى اللقاء الخميس القادم إن شاء الله.